قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا بسموه اليوم الشأني أو الشؤوني. في عندنا يوم المعارج بخمسين ألف سنة، وفي عندنا يوم الملائكة ويوم التدبير العادي بألف سنة، وفي عندنا الأيام العادية، وفي عندنا الأيام الشؤونية. الأيام الشؤونية أقل من لمح البصر، لأنه أمر الله تبارك وتعالى كلمح بالبصر، واسمه يوم كمان. هذاك يوم خمسين ألف، وهذا يوم ولمح البصر، مش 24 ساعة. كل يوم كل لمحة هو في شأن. هذا اسمه اليوم الشؤوني يا إخواني.